سؤال، ما معنى كلمة إكليروس؟ هل هي ردة شماسية أم ملائكية؟ هي مش ردة، إكليروس يعني نصيب، يعني نصيب ربنا. فأصبح رجال الكهنوت الناس المكرسين لربنا كل الطغمات من شمامسة إلى كهنة إلى أسوس سقف بطاركة كلهم إكليروس. فالإكليروس كل رجال الكهنوت اللي هم من نصيب ربنا بتوع ربنا، يعني مش رتبة، تشمل كل الرتب. واحدة كانت بعتت عندها لأخ واحد بعت أخ مصاب بشلل الأطفال وكان طلب مكنة يجي يوم الاثنين أو الثلاث أو الأربع في البطرخان، الاثنين أو الثلاث أو الأربع، بيقول يجي إمتى ويخلوه. وتوصل له ازاي ده، او عربية توصله، معلش، يجي الاثنين او الثلاثة والاربعة اللي هي الايام اللي احنا بنكون موجودين فيها بنعمة ربنا في البطرخان.